السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت أبو ماجد عمر الحراني الكائن في منطقة الجبيهة عمان طبعا العاصمة الأردنية. اليوم هو 11 من أيلول عام 2005، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة palestineremembered.com. يجري هذه المقابلة وأعد لها فواز سلامة. عمي أبو ماجد، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية لأهالي قريتك قبل النكبة. أما القسم الثاني فيهدف لنقل صورة عن معاناة الفلسطينيين خلال مرحلة الانتداب البريطاني، وكما يحلو للبعض يحب تسميتها مرحلة الاحتلال البريطاني وليس الانتداب البريطاني، وكذلك الصراع مع العصابات الصهيونية مرورا بزلزال النكبة العظيم، وكذلك رحلة الشتات واللجوء. بدنا نباشر بأسئلة القسم الأول، وحابب أنه تعرفنا باسمك الكامل. تفضل. اسمي الكامل عمر علي صالح الحراني. نعم. ولدت في مسمية الحراني. في مسمية الحراني. الحراني. احنا بنعرف انه في هنالك مسمية صغيرة والمسمية الكبيرة. نعم. مسمية صغيرة. المسمية الصغيرة. نعم. هي منبثقة عن المسمية الكبيرة. نعم. كنا في الاول ما المسمية الكبيرة. كنا بلد واحد. رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع. حابب تحكي لي مكان وتاريخ ميلادك. ولدت سنة 1932. نعم. بالمسمية الصغيرة. نعم. الاسم الكامل لوالدك. اسم والدك الكامل علي صالح الحوراني. نعم. اسم والدتك صالحة مصلح الحوراني. من نفس العائلة. من نفس العائلة. نعم. أستاذنا بتوافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة وتشاركنا طبعاً. بمعلومات كما تسعفك الذاكرة. طبعا طبعا. نعم. في البداية حابب أعرف قريتك اللي هي مسمية الحراني أو المسمية الصغيرة، لماذا سميت بهذا الاسم تعتقد؟ سبب التسمية. سبب التسمية لا أعرف بالضبط. نعم. لكن مع ذهابي إلى دمشق في الأعوام الأخيرة وجدت لوحة على الشارع مسمية، بلد اسمها المسمية. مسمية. ولفت انتباهي هذا الاسم. نعم. إلى بلدي الحالية المسمية. نعم. ونسبة إلى الحوراني. حوران. وهذه في المسمية في منطقة جبل حوران. نعم. في سوريا. فأعتقدت، وهذا اجتهاد شخصي مني. نعم. أن تكون التسمية على هذيك البلد. نعم. المسمية. المسمية. يعني هكذا السوريين بيطلقوا عليها التعبير المسمية. نعم. نعم. وهي تقع قرية المسمية اللي بسوريا في جبل حوران. في جبل حوران. على الشارع وانت ذاهب إلى دمشق. نعم. طيب. إذن إحنا الآن أمام بعض التسميات اللي بدنا ان نحاول نوضحها. نعم. في ان المسمية الكبيرة، وفي ان المسمية الصغيرة اللي يطلق عليها ايضا مسمية الحراني. مسمية الحراني. لماذا سميت بمسمية الحراني؟ لانه ساكنيها كلهم من حران، اصلهم من اولاد تسعة اشخاص. تسع ابناء. أخوان. تسع اخوان. نعم. سكنوا في المسمية الكبيرة اول ما وصلوا. نعم. سكنوا المسمية الكبيرة. نعم. ومن هناك سموها عائلة الحراني. عائلة الحراني. يعني أحد الأبناء التسعة. التسعة. أحدهم تركها إلى. لا. ترك ساكن في المسمية الكبيرة. يعني فقط واحد من التسعة كان ساكن فيهم، ولا التسعة سكنوا في الكبيرة؟ التسعة كانوا هناك. التسعة سكنوا في الكبيرة. في الكبيرة. وبعدها. وبعدها يا سيدي صار سوء تفاهم بين عائلتين، عائلة الحراري. نعم. وعائلة دار مهنة. دار
مهنة مهنة حصل شجار وقتل واحد، يعني صار في دم بين دم بين القبيلتين، بس القبيلتين من 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 الحوران الكبيرة. لا بقصد الحوراني ومهنة ومهنة أيضا من المسمية، من المسمية اللي قبلكم يعني كانوا موجودين لا من السكة. لا واحنا كنا موجودين هناك في قبل المسمية، قبل ما تصير مسمية صغيرة. نعم كنا في المسمية الكبيرة. نعم صار سوء تفاهم وشجار بين قبيلتين، دار مهنة ودار الحراني. أنا اللي قصدته أستاذ أبو ماجد إنه دار مهنة هم أيضا من اللي قدموا من حوران أيضا؟ لا 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 من السكان المسمية الأصليين. نعم. وصار هذا الشجار بيناتهم وانتهى بالدم. انتهى بالدم. وبالتالي تركوا. بالتالي ترك على الحراني تركوا البلد وراحوا على بلاد ثانية. نعم. صار صلح من الوالد التركي بأمر من الأتراك في هذاك الوقت. صار في صلح بين حوراني وبين مهنة. نعم. أعطوهم جزء من الأرض. نعم. جزء من الأرض وبنوا فيها محاذية للمسمية الكبيرة، يعني هي نص كيلو يمكن أو كيلو بعد عن بعض. المسافة بيناتهم تقريبا واحد كيلومتر. نعم. يعني الأرض اقتطعها الوالد التركي. الوالد التركي. وأعطانا وقال لأجدادي بنوا هنا. نعم. فبنوا. يعني السبب حقنا للدماء خلاهم بعاد عن بعض، يعني حقنا للدماء وتصفية النفوس. نعم تصفية النفوس. جيد. فسكنوا حفروا وسكنوا فأطلق عليها بمسمية الحراني. مسمية الحراني. نعم. تعتبر مسمية الحراني بالتالي بدها تكون مثلا أقل عددا أقل عددا وأقل عدد بيوت ومساحة ومساحة للمسمية الكبيرة. نعم بس المسافة بيناتهم حوالي كيلو أو أقل. نعم. طيب إداريا المسميتين بيتبعوا لأي مدينة إداريا؟ لغزة. لغزة. نعم. لغزة آخر قرى في الشمال تابعة لغزة. نعم. وهي كانت جاية بين غزة والرملة. نعم. بين غزة والرملة. بين غزة والرملة. نعم. نعم. طيب سؤال آخر، لو بدنا نحكي عن غزة المدينة كمدينة كم تبعد عنها؟ يعني لو شخص بده يتوجه من المسمية مسمية الحراني جنوب المسمية حوالي 30 كيلو جنوبا. جنوبا. نعم. ولو بده الشخص يتجه للرملة يمكن حوالي 25 كيلو. يعني تقريبا جاية بالمنتصف. نعم. جيد. طيب لو بدنا لو بده الشخص لو بده حضرتك تعطينا للي بيشاهدك وبسمعك تعطينا صورة جغرافية عن المسمية الحراني، كيف هي؟ على تلة على ساحل على لا من ناحية جغرافية. نعم. وهي سهل وهي امتداد لسهل البحر الأبيض المتوسط. يمكن البحر الأبيض المتوسط بيبعد عنا حوالي 15 كيلو. 15 كيلو متر باتجاه الغرب. باتجاه الغرب. نعم. إذا هي أرض منبسطة سهلية. منبسطة ولا حجر فيها. ولا حجر. ولا حجر. كانوا لما بدهم حجر يحطوه على قبر الميت. نعم. يروح بجمل على الجبل. أها. على الجبل حملوا الحجر وجبوا. يعني لما نحكي ولا حجر المقصود ولا حجر؟ ولا حجر. تربتها بالتالي كيف تربتها كانت؟ حمراء صالحة 100% أحلى تربة في هذه المنطقة. تربة زراعية. تربة زراعية. طينية المقصود. خشبة. طينية. طينية. نعم نعم. لكن حمراء وتصلح لزراعة كل شيء. نعم. وتكثر نعم. فيها هناك زراعة البيارات والبساتين والخضروات. نعم. طيب لما حكيت لي حضرتك حكيت لي إذا كنا بدنا نجيب حجر كنا نطلع باتجاه الجبال. باتجاه الجبال. الجبال كانت يعني شرقا. شرقا. وكم كانت تبعد عن كل ما نبلش يعني نطلع. حوالي يمكن 10 كيلو 15 كيلو بين 10 إلى 15 كيلو. يعني بعيدة نسبيا. لما نحكي 10 15 كيلو. بنشوفها بعيدة. أها.
أما اليوم بالنسبة لنا بنشوف أداء قريبة. نعم طبيعي. 10 15 طبيعي. كان يطلق عليها اسم هاي الجبال اللي كنتوا تروحوا لها شرقا. جبال منطقة الخليل. جبال الخليل. كلها تابعة للخليل. جيد. سؤال ايضا حاب اساله، ممكن يعني حضرتك بتعرف سواء باي طريقة من الطرق او تناهل مسامعك او من خلال دراسات اجريت، كم كان عدد سكان مسمية الحراني قبل التهجير؟ كان عدد سكانها حوالي 500 نفر. 500 شخص، وكلهم بيحملوا لقب الحراني؟ نعم، الا نادرا في بيطلع عائلتين اجوا وسكنوا معنا وطلعوا معنا من المسمية الكبيرة وظلوا معنا، وصار في نسب بينهم وطلعوا وصاروا كأنهم حراني. حاملين اسم معين ولا برضو بيطلعوا على الحالة؟ إلهم. تذكر في دار العماوي. دار العماوي. عماوي، وبعدين دار محمد أحمد. ودار الشجارم. نعم. وفي دار واحد اسمه مصري، دار المصري. نعم، يعني هاي العائلات كانت تسكن في مسمية الحراني. نعم. وكانت يعني كأنهم واحد. كأنهم حراني. نعم. ودار عيسى. ودار عيسى. نعم. إذا في بعض العائلات يعني ذكرها خلال المقابلة إذا خطرت على بالك برضو ممكن نذكرها. طيب تلال، كانت في تلال يعني حكيت لي أقرب إشي كانت بحدود من 10 إلى 15 كيلو الجبال بتبلش باتجاه الشرق. نعم. وديان أنهار. وديان في كان عندنا واد جنب بلدنا. واد بأي جهة من البلد؟ من جاي من المسمية الكبيرة. أو لا، جاي من المسمية. باتجاه جاي من الشرق، جاي من الجبال اللي بحكي لك عنها هاي. باتجاه البحر. بتجاه للبحر. نعم. كنتوا تطلقوا عليه اسم هذا ال؟ لا والله واد. اها. هذا الواد انا لا اذكر شو اسمه يعني. نعم. واد. طب كان يمتلئ بالماء في فصل الشتاء؟ مرة جرني انا. مرة سحبني. والله وانا رايح على مدرستي سحبني. ما كانش في يعني جسر مثلا؟ لا جسر ولا غيره. كنت المدرسة كانت واقعة من الجسر، من الوادي في الضفة الثانية. على الضفة الثانية. فرحت الصبح كويس، في الشتاء وفي شيء واد ولا في شيء. العصر روحنا. انت مجموعة طلاب يعني؟ نعم. مش لوحدك؟ لا، مع طلاب. فكان ملان. فأخذت من الأولاد راح على المسمية الكبيرة وأبعدوا الطريق. أبعدوا مشان ما لاش يفوتوا الواد. نعم. أنا أصريت اللي أقطع الواد. سباحة يعني كنت بدك؟ ولا سباحة، وأنا بعرف السباحة. فالمهم جيت على أضيق منطقة. ونزلت فيها نفس الأواعي اللي أنا لابسهم. وشنتي عبارة عن قماش. من القماش. وسحبني الواد. سحبني. وفي كان خشبة من الواد، في الواد خشبة الشجرة. ومتعرضة هيك، مسكت فيها. وظليت ماسك فيها. ولحسن حظي كانت ممسوكة ب لساتها مش مقتلعة يعني. ظليت ماسك فيها وظليت لما طلعت على الضفة الثانية. يعني انت مدين بحياتك لشجرة، لغصن شجرة. يعني هذا الواد بميته المتدفقة كانت ممكن ظلها تسحبك للمصب. نعم. يعني صعب تنسى هذا الواد. ولا كان امبارح. وكنت وحيد، حدا كان يراقبك؟ لا، ساعتها كنت وحيد. كتبت حالي وسحبت حالي ورحت على البيت، لكن مبلول. ليش مبلول؟
والله هيك ما حكيتش الرواية لا حكيت الرواية ومخاطرة كانت. طيب اذا بس هذا الواد اللي كان موجود. نعم عندك الواد هذا الواد. حكيت لي بكل شتاء كان يمتلئ ولا يعني كان يمتلئ تتدفق فيه المياه بس شتاء؟ يطف كمان على الجوانب. على الجوانب. يعني بلدنا كانت تتعرض لهذا الواد في الشتاء. يعني كان طب حكيت لي من أي جهة من القرية؟ بالشرق ولا بالغرب ولا؟ هو جاي من الشرق على الغرب. على الغرب والقرية جاية وين بالنسبة له؟ هو 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 الواد جاي من الشرق باتجاه الغرب. نعم. بس يعني الواد جاي القرية جاية مثلا بجنوبه بشماله؟ جنوب. جنوبه لل بجنوبه. نعم. والواد بالشمال. نعم. طيب أستاذنا أبو ماجد بدنا حضرتك تحكي لنا عن المدن والقرى الفلسطينية القريبة، القرى الفلسطينية القريبة من مسمية الحراني، وبدنا نستثني القبانيات والمستوطنات الإسرائيلية ورح نحكي عنها بعدين. كمدن حكيت لي كمدن كانت كمدينة غزة كانت الرملة الليد الاتجاهات بدنا نحكي على الاتجاهات. الرملة حكيت لي الرملة كانت بحدود 25 كيلومتر باتجاه الشمال. نعم. وباتجاه الجنوب كانت مدينة غزة. غزة. بس انتوا اداريا تابعين لغزة. غزة. في الميدل كمان مدينة. الميدل شمال غزة. المجدل شمال غزة. كم كنتوا تبعدوا عن المجدل؟ الميدل يمكن 20 كيلو. 20 كيلو عن المجدل. نعم. القضاء كانت القضاء الميدل. ناحية. انتوا ناحية في المجدل. في المجدل. نعم. شو كان في قرى قريبة منكم مجاورة؟ في طبعا القرية توأمكم اللي هي المسمية الكبيرة. غيرها. في عنا كان من الشرق. بلد اسمها التينة. التينة نعم. التينة. تابعة للرملة. تابعة للرملة. نعم. التينة. كم كانت تبعد عنكم التينة؟ كيلو ونص. قريبة جدا. قريبة. بعدين في للجنوب تل الترمس. تل الترمس كانت جنوب. جنوب. وصميل. وجلدية. تل الترمس كم كيلو كانت تبعد عنكم؟ تقريبا 5-6 كيلو. يعني ابعد طبعا. وحكيت لي ايش هذا بالجنوب كانت بالجنوب الجلدية. الجلدية كم كيلو ابعد من تل ترمس؟ الجلدية باتجاه الجنوب ابعد من تل ترمس. ايش في كمان قرى قريبة جدا؟ صميل. زيتة. صميل باي اتجاه كانت عنكم؟ باتجاه الجنوب. باتجاه الجنوب ايضا كانت صميل. نعم. زيتة. وزيتة. زيتة بأي اتجاه؟ اتجاه الجنوب. كم كانت تبعد عنكم زيتة؟ زيتة بس هي كانت تابعة للخليل مش هيك؟ هي تابعة للخليل. قسطينة كانت في القسطينة. كانت بأي اتجاه؟ القسطينة باتجاه الجنوب الغربي. القسطينة. نعم. باتجاه الغرب. ياسور. ياسور كانت. ياسور. وجدود على البحر. جدود على البحر. جدود. ياسور كم كانت تبعد عنكم باتجاه الغرب؟ ياسور يمكن 8 كيلو 9 كيلو. ياسور. طيب شمال. شمال كانت مش الشمال. الخيمة كانت الخيمة. شمالكو كانت الخيمة. الخيمة. شحمة. وشحمة. وشحمة. شحمة كم كيلومتر كانت تبعد عنكو شحمة؟ شحمة يمكن برضو 10 كيلو. بس قبل شحمة كان شو اسمه المخيزن. المخيزن. قبل شحمة. بالشمال. المخيزن.
بس هدول كلهم تابعين للرملة أيضا. تابعين للرملة. شحمة ومخازن. نعم. جيد. نحكي عن بعض المستوطنات اليهودية اللي يعني في مستوطن قريبة جدا عليكم. مستوطنة وحيدة. اسمها كفار مناحم. كفار مناحم. كم تبعد عنكم؟ تبعد عنا يمكن أبو 20 كيلو، يمكن في 20 كيلو. بأي اتجاه؟ باتجاه الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي. شو كان قريب عليها على كفار مناحم؟ بس 20 كيلو بعيدة جدا عنكم. بعيدة عن. يعني بالتالي ما يعني بتحسوش بأثرها؟ ما كان في نوع من أي شكل من أشكال العلاقات مع هاي المستوطنات؟ كانت الطريق اللي توصلها تمر من عنا. الطريق عبدوها لعندهم. كانت الطريق تمر من قريتكم؟ من قريتنا. وتروح لكفار مناحم؟ لكفار مناحم عن طريق عن هذا الطريق. طب هذا الطريق اللي كان يوصل لكفار مناحم، حكيت لك كفار مناحم موجودة باتجاه شوفي الشرقي. شوفي كان قرى. في كان خربة لدار العزة. خربة العزة. خربة العزة كان يمر قريبة منها من قريب منها الكفار مناحم. والتين كمان أقرب منا إلها. التين أقرب ل. طيب. هذا الطريق اللي كان يوصلها يوصل للمستوطنة هاي لكفار مناحم. كان ويروح لوين؟ يعني كانت خلينا نحكي يروح باتجاهها ومن الجهة الأخرى منه. الجهة ما فيش آخر شيء. آخر شيء. آخر شيء. يعني آخر وقت يعني. يعني هذا الطريق اللي إذا كانوا بدهم يروحوا بأي اتجاه هم؟ نعم. إذا بدهم يروحوا على تل أبيب على. إذا بدهم على تل أبيب. بالتالي كان لازم يمروا بهذا الطريق، وكان يستمر هذا الطريق من قريتكم بالاتجاه الآخر من كفار مناحم. تمر من تل أبيب يجوا الطرق الرئيسية. وعلى. بده ينزل من يافا ويفوت باللد والرملة الطريق هذا ويمر بقريتكم. نعم. هذا في الطريق فرعي من عندنا. أما طريق العام واللي كان يستعمله الجيش البريطاني. في طريق من المسمية الكبيرة ويروح على غزة وعلى نيجر وعلى المناطق هذه. الطريق الرئيسي كان من المسمية الكبيرة، بمر بالمسمية. نعم. الكبيرة. نعم. باتجاه المجدل. المجدل. وغزة. وغزة. نعم. أما هذا فرع. لأنه كفار مناحم الوحيدة كانت مستعمرة هنا في ذاك الوقت. طيب. عمرك وصلت كفار مناحم؟ لا بس كنت قريب منها. قريب يعني كنت توصل لمنطقة قريبة منها؟ نعم. لا أي منطقة اللي هي قريبة منها؟ لأنه إن أرض إحنا كانت منها واللي جاي. أرضنا. وبعدين يعني روادتني في سنة 48 فكرة. كنت أنا وابن عمي لي الله يرحمه توفى، عبد المنعم الحراني الله يرحمه توفى، كنا طلاب مدارس. واجتمعنا أنا وياه في تحت شجرة في البلد. نعم. نستظل وصرنا نخطط كيف بدنا نطلب اليهود. هم جايين من الشلتاي ومارين على كفار مناحم. تكون سيارات ملانية يهود. نعم. كنتوا تخططوا لعن نخطط كيف واحنا لسه جهاد يعني. سنة 48 هذا الحكي؟ سنة 48. كان الوضع محتدم، الصراع كان على أشده يعني مع العصابات الصهيونية ولا. نعم نعم. نعم. فيومها قلت له شو رأيك توقف أنت، أو هو حكى لي شو رأيك توقف أنت بالجهاد من الشارع وأنا بالجهاد، لما يصيروا بالنص نطلق النار عليهم. قلت له يا أستاذي ما بصير هذا الحكي، لأنه أنت بتطخني وأنا راح أطخ. مقابل بعض يعني. مقابل بعض كيف بدنا نضرب بعض. المهم غضيته النظر. النظر عن الخطة. فهذه ظلت علقة في مخي. رغم صغر السن. صغر السن. فبدنا يعني انت حضرتك مواليد 32 يعني كان تقريبا 16 سنة يعني او اقل. جيد. خلينا هلا نرجع على الحديث عن الشوارع مرة اخرى. نعم. والطرق الرئيسية.
يعني هلا انتم مثلا على سبيل المثال لو كنتم بدكم تتحركوا من المسمية الصغيرة للمسمية الكبيرة، كيف كنتوا توصلوا لها؟ كان في طريق او درب؟ لا طريق مش معبد. مش معبد؟ مش معبد. بس كان بالامكان تمشي عليه الحافلات يعني؟ ما كانش في حافلات، يمكن واحد في ولا اثنتين في كل المنطقة. المنطقة. لمين كانت؟ لشركة معينة؟ ولا عينة ولا حاجة. ولا؟ في كان الخط الرئيسي كان يمر من يافا. قطرة. نعم. المسمية. نعم. هذا خط عام. رئيسي من الشارع. نحكي بالتدريج كيف بيجي هذا الشارع من يافا إلى. إلى. شو القرى اللي بمر فيها الشارع الرئيسي اللي حكيت عنه هذا؟ يافا. المغار. بعدين قطرة. نعم. والمسمية. نعم. ويطلع على المسمية الكبيرة. المسمية الكبيرة. ويطلع على شمال على السوافير، يروح باتجاه السوافير باتجاه غزة. المجدل بعدين غزة. على المجدل وبعدين غزة. السبع. هذا الشارع الرئيسي. اذا كان الشارع الرئيسي لما تحكي كان يمر بالمسمية الكبيرة، كان يخترقها يعني، يخترق القرية على طرف. على طرف. على طرف. طرف الغربي. هذا شارع رئيسي وباستمرار يعني حركة دؤوبة عليه، لأنه يستخدموه الجيش البريطاني، يستخدمه البريطاني. نعم. والأهالي والكل. نعم نعم نعم. طب هذا الشارع لما كنتوا أنتم من مسمية الحراني بدكم توصلوا، كيف توصلوا هذا الشارع؟ في شارع فرع يربطنا مع المسمية الكبيرة. تمشوا بالشارع الفرع هذا بيوصلكم للمسمية الكبيرة. نعم. وبالتالي لهذا الشارع. لهذا الشارع. وبعدين الباصات بدنا نروح على يافا، بدنا نروح على غزة، نمشيها مشي لعند الخط هذا. لعند الخط ومن هناك في باصات بتوقفوا على الشارع. الشارع بتيجي الباص بنطلع فيه، يا فيا بنروح غزة. طيب تذكر اسماء شركات كانت تركبوا فيها سواء على غزة او باتجاه يافا؟ في شركة بامية. شركة بامية كانت تستخدم هذا الخط. باصات بامية. باصات بامية. وايش كمان كان في شركات اخرى ولا؟ انا لا اذكر والله غيرها. بتتذكر بامية. باصات. في كان شركة باصات إسرائيلية برضو بهذاك الوقت، مش هيك؟ لا. إيجت. لا لا ما كانش. أكاد تستخدم هذا الخط؟ لا أصبر المكان. نعم. طيب هذا بالنسبة للاستخدام الطريق الرئيسي. نعم. في طرق أخرى يعني حكيت لي عن قرى أخرى كانت قريبة منكم مثلا زي التينة. التينة كيف كنتوا توصلوها؟ كلها على الطريق. على الطريق الترابية. الترابية. طريق ترابية. طرق ترابية. سواء كانت على التينة ولا على الخيمة. نعم. ولا. نعم كلها طرق ترابية. نعم. جيد. إذا هاي القرية نسبيا نعتبرها كانت بعيدة عنكم. أنت تحكي لي كانت أراضينا قريبة منهن من المستعمرة. شو المقصود يعني؟ لأنه إذا بنحكي عن 20 كيلومتر. يعني مسافة شاسعة يعني. يعني مش هون يعني أراضينا بهالاتجاه، لكن مش يعني مش ما بتوصل لعند. ما بتوصلش لعند المستعمرة. نعم. لعند المستعمرة ما بتوصل. نعم. عند المسمرة ما توصل، لكن كان في أي شكل من أشكال العلاقات مع أهل المستعمرة كفار الناحم؟ كان في، لأنه بتعرف القرى الفلسطينية كان في نوع قبل ما تحتدم. نعم. الصراع. نعم. كان في نوع من التبادل الزراعي. نعم. إحنا بهذيك الفترة ما كان بالمرة قبل 47 و 46 47 كان في علاقات، حتى زيارات. زيارات. هذا اللي قصد. كانوا زوروا، كنا نزورهم. يعني أنا بذكر واحد اسمه برام. 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 هذا برام
كان على المدحلي يرسو في الخط اللي عبدوه هذا صار عبده فيه اسمه إبرام كان يشتغل يعني عامل على الخط سائق مدحلي مدحلي أبوي الله يرحمه كان حارس عن مدحلي بخلص العصر يجي أبوي يحرس عن مدحلي لا ثاني يوم وكنت أروح عنده أنا عند أبوي صارت علاقة بيني وبين إبرام اللي بسوق على المدحلي فعلا وعمل لي عرفته يعني بيعرف اسمك مثلا وشكلك وكذا وعشان بقيت في المدرسة صار يعني صارت علاقة بينه وبينه إبرام راح إبرام إجا إبرام هذا كان من سكان المستعمر طيب كان في يعني شفتوا بعض ولو بالصدفة بعد ذلك ولا سمعت باسمه شو صار بس انت المستوطنة ما دخلتها ما شفتها ما شفت كيف شكلها من الداخل ما دخلتها إذا حكيت لي كل الطرق اللي كانت بتحيط بالقرية بمحيطكم كلها كانت طرق ترابية تودي للقرى الأخرى وبس كانت إذا بدكم تطلعوا على غزة والمدن الأخرى أو تطلعوا باتجاه يافا كان لازم تروح على الخط الرئيسي اللي كان عند المسمية الكبيرة كان في متوفر عند حدا من سكان القرية تبعتكم مسمية الحراني حدا عنده حافلة مثلا باص بيك اب كذا سيارة لا ما كان متوفر طيب رجوعا للقرية من الداخل نرجع نتذكر أسماء الحمايل تبعتها الموجودة نعتبر أنه كون التسمية هي مسمية الحراني بالتالي بنتوقع أنه يكون أكبر حمولة فيها هي دار الحراني والأكثر عددا هاي التسمية كلها البلد اسمها مسمية الحراني نسبة إلى عائلة الحراني عائلة الحراني قلنا تسعة أخوة تذكرهم هذول التسعة؟ تسعة نذكر أسماءهم؟ في دار علي علي سلمان حسن علي سلمان حسن مصطفى مصطفى علي وسلمان وحسن ومصطفى سنة عدين أربعة أنت من أي فرع منهم؟ علي أنت من فرع علي؟ علي. إذا خلال المقابلة ذكرت ذكرت باقي الأسماء أمام شان أكيد يوم وفيهم أم ثمانية وفيهم أختهم إنهم أخت واحدة اسمها غصون اللي هي التاسعة يعني؟ التاسعة رقم تسعة غصون طيب العائلات الأخرى اللي كانت موجودة بالقرية حكيت لي كان في دار المصري والعماوي ومحمد أحمد ودار عيسى طيب أنا من طرفي ومن طرفك بنعتذر إنه على نسيان أي عائلة أو هذا لأنه مش ما في قصد في نسيان أي يعني إذا نسينا ذكر أي عائلة مع نهاية المقابلة بكون الموضوع مش مقصود منه أي شيء مش هيك؟ لا أبدا طبعا طيب نحكي عن القرية من الداخل هلا القرية من الداخل لو بدنا نعتبر نقطة مركزية بالقرية شو مركز القرية أو قلب القرية مدرسة بيت جامعة كذا في بئر المي في بئر يعتبر قلب القرية هو على الطرف جاي على الطرف بس كعلامة مميزة
وبئر المي. بئر المي. طيب هذا البئر كان له اسم كنت تطلق عليه؟ بئر البلد. بئر البلد. بئر البلد. هذا شو نوع البئر هذا؟ بئر نبع ولا ارتفاع؟ حفره اظن عمقه 18 متر على ما سمعته. 18 متر. وفي مي وفي جواديز بسموهن. وحصان الحصان هو اللي بيدور حوالين الجواديز بيسمون قواد جواديز. قواديز يهرب المي ويكبها في بركة. في بركة. اذا البئر هذا كان في جنبه بركة. في بركة كان تتعبى البركة. نحكي عن مساحة البركة هاي وعمقها بسيط. يعني مساحتها 8 × 10. 8 × 10. بعشرة. كانت بباطن يعني بالعمق نازلة ولا مرتفعة؟ لا بالعمق على سطح الأرض. على سطح الأرض يعني. ونازلة بالعمق كم متر؟ نازلة أبو متر ونص. أبو متر ونص. يعبيها وهناك في قناة حنفيات كانت. حنفيات. يرفع الحنفية تنزل الماء يعبي النسوان منها الماء. يعبوا منها. يعبوا منها للبيوت. طيب رح نجي بالتفصيل لما بدنا نحكي عن المياه في القرية وبنحكي عن هذا الموضوع إن شاء الله بالتفصيل. بس إذا اعتبرنا إنه بئر البلد هو من علاماتها البارزة جدا. وبأي جهة من القرية جاي البئر؟ جهة يعني شرقية. بشرق البلد. نعم. طيب إذا بشرق البلد في عنا البئر إيش في كان؟ أشياء تانية. في جامع. جامع جاي تقريبا في نص البلد. نعم. والجامع هذا كانت عبارة عن مضافة لكل العائلات. لكل العائلات الحراني هاي المضافة. لكل عائلات الحراني. نعم. نعم. بعدين السكن هلا صاروا كل واحد في حارته يعمل مضافة. نعم. وهذا ظل المسجد الجامع هذا عبارة عن مسجد يصلوا فيه. كان له قبة يعني. لا قبة مدنية. بيت عادي. بيت عادي. وانت كنتوا تسموا الجامع. طيب. وبعدين صار كتيب. يعلموا الأولاد فيه. الكتاب. كتاب. طيب البيوت كان في لها شكل معين بتوزيعها يعني بمعنى مثلا موجودة بشكل متراص بين جنبين؟ لا عشوائي. عشوائي متباعدين عن بعض البيوت؟ لا مش متباعدين يعني ضيق المسافة من في زجاج بسموها. زقاق. تمشي بين البيوت زقاق. بين البيوت زقاق. يعني سيارة ما بتفوتش. بتفوتش. لا. بس الشتاء وحل. الشتاء وحل يعني اكتوبر واحد يعرف مجلس حاله بصعوبه للواحد لا يطلع يقطع الشارع. حتى الزقاق نفسه كان يكون موحل. نعم نعم وحل. البيوت كانت متراصه بيت جنبين. متراصه ابدا. البيوت متراصه. يعني بيوت في حوش واحد تزد بيتين ثلاث عائلتين ثلاثه. نعم. في حوش واحد. طيب كان في مختار. في مختارين كان في البلد. مختارين يعني مختار أول ومختار ثاني. مختار ثاني. المختار الأول تذكر اسمه؟ من هو؟ كان عبد القادر مصلح الحراني. عبد القادر. عبد القادر مصلح الحراني. الحراني. ومختار ثاني سلمان محمد سلمان الحراني. هذول بدهم يكونوا كل واحد فيهم تابع لأبناء عائلة معينة مثلا. من التسعة لعائلة أو أخ من الأخوان. أمي أولاد أخوة هذول. يعني عبد الخادر وسلمان أولاد عم. أولاد عم. نعم. طيب مختار أول ومختار ثاني. طيب نذكر
بدنا ندخل هلأ ل ولا قبل قبل ذلك لو ناخذ استراحة قبل ما ننتقل للوضع التعليمي بالقرية. نعم. ناخذ استراحة دقائق ونتابع حديثنا. حياك الله. يعطيك العافية. ما شاء الله.